الحلم عينها كانت اليمنى توجعها، طلعت بالمرايه لقيت فيها حشره سوداء، صارت تحكها وتحاول تطلعها لين ما طلعت اللي بعينها عباره عن نمله. بس هذا حلمك، لازم اجلس اراجع معك كل اهلك، كل علاقاتك بالناس وكل الامور اللي هذا، ولكن يبدو انك تثقين بشخص لا يستحق الثقه، لان العين هذه مكان حساس جدا ومكان مهم جدا في جسم الانسان، انه يرى فيها الطبيعه، يرى فيها الاشياء، فانت لا تنظري لشيء الا اذا كان له قيمه او له اهميه في حياتك. فيبدو ان هناك شخص، امراه او رجل الله اعلم، مقربتيه لنفسك، يعني دائما تسألي عنها، دائما تخبريها او تخبريه امور حياتك الى اخره، ولكن يبدو ان هذا الشخص للاسف اما انه يصيبك في العين، واما انه يخرب عليك تلك الامور بطريقه غير مباشره، وحسب الحلم انت عرفتي من هو، لذلك عليك ان تبحثي من جديد حولك وتعرفي من هذا الشخص الذي تأمنيه على اسرار حياتك وتأمنيه على امورك، ولكنه لا يستحق تلك